مرحبا ريبال. ليش بقى؟ هلا هيك صار المودين؟ يلي بيقول لك مرحبا بتقول له ليش؟ لأنه أنت واحد مثل حكايتك، ما بيقول مرحبا لحدا إلا إذا قال من وراها منفعة. يعني بدك يكون وراها ضرر؟ هلا لا تأخذ وتعطي معي، قول شو بدك وبلا فزلكي. بدي أحكي مع حرمتك بموضوع. بعتقد لما بيكون في رجال بيحكوا مع الرجال ما بيحكوا مع حرمته. ها؟ يعني أنت الرجال؟ يعني أنت اللي عم بتحل وتربط؟ إيه أنت معلقينك للزينة فقط. لك أنت اظهر مالك على الأرض بين إيدي ولا مرة، لك أنا تبع الهند برا، أنا تبع السفن توب. لا تقل لي سفن توب ولا موت. إيه ما عدا من مؤاخذة يعني. ما في تشوف عفو. بدي فوت غصب عنك، بدي أحكي معها موضوع مهم. ما بتفوت إلا على جثتي. لك ريبال أنت ومين عم تتعايط معي؟ مرحبا ست عبرة. ليش؟ هلا هيك صار الموديل يلي قول اللي عندك ونقطة انتهى. بلا شو اسمه؟ أنا طول عمري بحب لكم الخير بس انتو ما بتحبوا لي. ها مبين قديش بيحبنا الخير، لذلك بينجرنا كل خازوق اقطع من الثاني. مشان هيك رح اعوضكم عن كل شيء صار خوازيق شغلي فيها ملايين. ملايين شو؟ قبل ما تقولي لي فوت ما رح احكي. فوت قبل ما تقوليها من قلبك ما بفوت. فوت انا قلبي بلوعه بنزين بس ما بدق له المرش الا لحتى اعرف ليش وبين وبقديش. بعلمي قلبك على المازوت من امتى صار على البنزين؟ طورنا حبيبي، مو مثل حكايتك اخترعوا الذره ولساتك على الجله. ريبال اذا بتريد قلت لك ما بتفوت الا على جثتي. خلاص ريبال بعد له. لك عم يقول انا لا بحل ولا بربط. هلا اذا قال خلاص انت طول عمرك وطول حياتك بتحل وبتربط، ما عنده غير هالشغله اصلا. سمعت باذنك انا هون اللي بحل بربط، فوت شغلي. مش ها من اولها فوت تغري بالموضوع، بعرفك ما بتحب تضيع وقتك انت. ايه مو قبل قهوة اهلا وسهلا؟ لا يا ابو شعب انت مو غريب، بيت بيتك. شقتي اللي بالمزة بتعرفيها؟ ايه عرفتها، هي اللي بتأجرها للفايت والطالع. انا ما عم بأجرها للفايت والطالع، انا عم بأجرها مفروشي. لكن ليش الشرطة فايتة طالعة؟ مو مشانها؟ ايه ما عم بتوفق بالمستأجرين، شو اعمل؟ المهم من كم يوم اجالي مستأجر من برا، سري من الاسرياء. صحح لنا منه هبشة. هبشة؟ هبشة ايش؟ بده يعمل مشروع ببلده، انشاء وتعمير، بده عمال ومهندسين. سألني قلت له نبيل. شبو نبيل؟ بيمسك له المشروع كله، بيصير مدير. ها يعني انت بدك تفهمنا انه انت كتير بتحبه لنبيل. لك مو قصة بحبه ولا ما بحبه، بس نبيل ملتزم، صاحب مبادئ. ابو شاب مو علينا هذا الحكي، لا تعمل لي مبادئ وغير مبادئ، انت طوال عمرك بتضوي شمال وبتكسر يمين. ولا زلت، بس كل صاحب مبدا اعمى، ما بشوف ارض الواقع، نقدر نلعب من ورا ظهره. واحد تاني ممكن يشفط كل شيء. كل شيء؟ عن شو عم تحكي؟ الشركة بدها 1000 عامل تقريبا، وكل عامل بده فيزا، وكل فيزا ب 100,000، احسبيها بقى. يا لطيف. شو بدك؟ لا انت بدك تضل قاعد ورا الطاوله، مليت من قلك الحكي. يلا ضيتيني وخلص، طولي لي بالك. شو عم تكتب؟ ما بدك تقول لي؟ عم بكتب مقالي رح تهز البلد هز، بدي اجرب حظي بالصحافه. مو على اساس انت دخلت علمي لانك حمار بالادبي؟ هالحكي مزبوط، بس بقى شغلي ما عاد نسكت عنها منوب. شغلت شو؟ لك هجرت لأدنى، ما في واحد بيصير بيفهم الا بيسافر. ايه شو بدك فيهم؟ خليهم يترزقوا. والبلد هون ما بحاجة لها الخبرات هي؟ بحاجة، بس كمان هن بحاجة لمغريات وحوافز مادية. ايه اللي يخدم بلده لا بده لمغريات ولا حوافز مادية، هذا واجبه. نعم واجبه، بس كمان هو بحاجة لقاعدة مادية مشان توفر له حياة كريمة. هو ميت بلده بتكفي له الحياة الكريمة. بلا حكي فاضي، الواقع غير هيك، حارتنا ضيقة وبنعرف بعضنا. لا حارتنا ضيقة ولا بنعرف بعضنا، بالرغم من هالشيء هي حجة للهروب بالالتزامات المفروضة على المواطن. كمان طيب والموظفين اللي حوالين نبيل شلون بدنا نضمنه؟ ما انا مشان هيك جاهل عنكم، مو بس مشان نبيل. شلون يعني؟
وكل الطقم اللي حوالين نبيل لازم يكونوا بايدينا. واحد من برا ممكن يخرب لنا الشغل. طيب وين الموظفين؟ جاهزين نديم وعجاج. لا لا عجاج غشيم بالعتاله ما مشي حاله حتى يمشي حاله بالوظيفه. احسن كل ما كان غشيم كان لصالحنا. الفهمان بده حصه زياده. وانت ابو شهاب قديش حاسب حسابك من هالعمليه؟ انا بعرف حدي. الرجال هداك بده النص وانتو اكيد بدكم النص. ايه اقل منها؟ انا لذلك ما بدي غير الكوميسيون. وقديش كوميسيونك؟ 5000 على الراس. مو كتير 5000 على الراس. من 1000 فيزا راح يطلع لكم 45 مليون. اذا طلع لي 5 كتير يعني؟ لك 2.5 مليون بكفوا. خود من هداك كمان. هداك ما هو مستعد ينزل فرنك واحد من حصته. يقطع عمره بده يفتح مشروعه وبده حق الفيز كمان. الله لا يشبعه. لكن من وين مفكر بدي يجيب رأس مال المشروع؟ من حق الفيز. خلاص أبو شهاب ما رح نختلف مشان شغلة بلا طعمة. إمتى بدك نشوفه لهذا صاحبك؟ المسا بجي وبجيبه معي. بس أنت ضبطي لي قصرتك. لا تخاف مشان صهورتي أنا بتوزنهم على كيفي. ميسونة أهلين ماما. وين جوزي؟ شحه تعال بالبليت. تعال خير ما تعم يشوف. هات الحلوان. حلوان ايش؟ هات اعطيني الحلوان اذا قلت لك بروح علي. لك خلاص ما تعم يوصلك حقك. اللهم ليه مروح يروح على الدكان؟ ما في داعي تروح على الدكان. الحلوان معي هون. وبركي ما بده يجيب شوكولاته؟ العمى شو غليظ. خلاص ميسون قديش حقها؟ السعر للمستهلك 150 ليره. شو؟ ايه وهي 150 ليره. هات ابو شهاب بدي اشتري على كيفي انا مو على كيفك. ايه برت عمي الحلوان خلصنا منه. شو بشاره؟ دبرنا لك سفره لبرا. ياي مين قال لك بدي اسافر انا؟ بدون ما حدا يقول له. حدا بيصح له انه يسافر وبيقول لا؟ يا عيني انا بقول لا. الراتب الشهري فوق ال 100,000 ليره. ويكون 1,000,000 ليره. نبيل بدك تسافر؟ يعني بدك تسافر؟ مو كل مره نحن بتصح لنا هاي الفرصه يا اخي. مرت عمي بدك تسافر سافر ما حدا مانعك. ما يسوف فوتي فوتي لك فوتي. تعال روح انت طمن بالك انا بحل المسألة. طيب وشو بدي اقول له للرجال؟ انت جيبه المساء وتعال يهمك. يلا مع السلامة يا رشاد. قالوا حبيبي انت بتنط فورا لعند نزيها ونديم بتجيبهم وبتجي على السريع ما بتقول له شيء بس فهمت؟ ها اذا بحكي بتعرفيني انت عفورة. عم بيقول لك 100,000 ليرة سمعته ولا ما سمعته؟ سمعته. انت بدك تشفطني بدك تجيب لي شطه انا متاكده ولك بترفض؟ طبعا بدي ارفض. الدوله صرفت علي وعلمتني مشان اعمر هون مو برا. اي روح يا الدوله لو بحاجتك كانت حطتك باختصاصك مو مؤسسه الصرف الصحي. هلا ما في شاغر بس يصير في شاغر بحطوني باختصاصي. حبيبي لدينا ما يصير في شاغر سافر. بركي سافرت من هون صار في شاغر من هون. افكر رجع. لا يا بعد ما يكون التزمت في عقد عمل برا ولا بدك اياني طالع البلد بسواد الوش يعني؟ أنا ما عندي مانع مرت عمي بس ما معي ولا فرنك حطوا أجار طيارة ولا حق فيزا. ما يهمك ما حناخذ منك نحن فيزا. لحظة شوي أمي وين رحت ورطي عجاج؟ لك يا ريت كل واحد يورط الثاني ب50,000 ليرة بالشهر. لك شو استفدنا؟ إيش رح تاخذ 50,000 بالشهر ويطلع عليك كسر بمليون؟ لك كسر شو؟ أصلا هو منين بده يجي الكسر؟ أمي لو بدك تشغلي عتال مثل هون ما كنت حكيت شيء بس رح تشغلي موظف. لا يا هيفاء لا لا أنت ما بتريدي لي أطلع لفوق. شو أنا بهالحياة ما بنفع غير للعتالة؟ مو قصة هيك عجوة حبيبي بس شغلة العتالة ما فيها مسؤولية يعني حمل نزل وخلصنا. بس الموظف فيه حسابات يعني هون زاد وهون نقص وأغلب الأحيان بينقص يكا أستي ينقص. شو هالشغلة اللي بينقص من الخزينة بيزيد بجيبتك؟ قال لي إيه أمي شو ينقص؟ بركة نحطه بالحبس؟ إن شاء الله يحطوه بيطلع بعدين بس بيكون صار معه مصاري مثله مثل غيره. قال لي ايه امي انا جوزت عجوة مشان يقعد معي هون بالبيت مو يقعد بالحبس. لك لحظة شوي شبكي انت عم تفزلكي شو مفكر فيني كل هالقد غشيم ما بيمشي حالي؟ لك حبيبي مو غشيم بس ما عندك خبرة ما بتفهم بالحسابات. لا يا حبيبتي لما بيكون في امك يعني مصاري بعمل استنفار بمخي لا بينقص فرنك ولا بيزيد فرنك. المهم هلا نبيل محنتر ما بده يسافر روح اقنع لي اياه. ليه؟ شو بيعرفني حيوانة؟ ماشي اتركولي يا نبيل علي انا عندي حجة بالاقناع. انا كنت متصور كل ينصحوني الا انت ما كنت متصور بنوك. ليش لحتى ما انصحك؟ اصلا انا اكثر وحدة فيهم كلياتهم بدي مصلحتك.
لو بدك مصلحتي ما كنت سعيتي اني ابعد عنك. ما رح ابعد عنك، رح سافر معك. شو بدك تسافري تعملي؟ حبيبي اكيد مثل ما بدهم مهندسين بدهم دكاتره. لا تفكري بالسفر ابدا، انا ما رح اسمح بهذا الشيء. ها؟ على علمي متحرر، تعريف متعصب. انا ماني متعصب، بس اذا سافرتي رح تنزعي سمعة البلد. انا يا بلبل رح انزع سمعة البلد. لك ايه؟ جامعتنا عم تخرج افضل اطباء، اذا سافرتي رح ياخذوا فكره غلط عن اطبائنا. ليش لحتى ياخذوا فكره غلط عن اطبائنا؟ ليش انا شبني؟ هيك خلصنا ميسور، خلصنا بقى. حاولت ادقق ونعرف بعضنا، كلياتنا عرفنا شلون تخرجتي. يا ريتك تعرفي تكتبي روشتات طبيه مثل ما بتعرفي تكتبي روشتات تنقيل. يا عيب الشوم عليك يا بلبل، يا عيب الشوم عليك. انا الحق علي اللي حكيت لك كمشت عليه مزله، عن اذنك. لا تزعلي ميسون، الصديق من صدقك وليس من صدقك. امي انا بس بدي افهم، شو بدك بالمصاري؟ لو ناقصك كنا قلنا. لك اللي بيسمعك عم تقولي هيك لك مقوصة، بفكر اني داحشة بالبنك شي 20 مليون. ليه امي مو 20 مليون، 4 مليون انت معك. انا انت كل العالم بتعرف انه معك مصاري وحاطط فيهم بيروت. كلهم 5000 شايلتهم لوقت الدين. لك مع مصاري ولا ما مع مصاري، صحتين على قلبها، انت شو دخلك فيها اصلا؟ انت ما ببالي غير الدعب لبن. لازم تعرفي انه مرت عمي عم تسعى لنا بشغله السفر مو لحالها. فهمها لحرمتك. فهمت ولا 20 عمرها ما تفهم؟ خذي الكلام مني انا الرجال. عجاج مو قلت بدك تروح لعند نبيل تقنعه؟ متحيوان كثير. ها لا لا مرت عمي بكير هلا، بفكرني جاي خصوصي مشان الموضوع، بعدين بيكبر راسه. لك شو هالذكاء هذا؟ شو هالذكاء؟ عادي. لا مو عادي. طيب عامل باب، ما فهمتك مرت عمي، شو بدها فينا؟ فهمتني بس انا ما بقدر لكم، بدي بتقول لكم هي مباشره من تم لتمكم. كنت تحكي لنا عمي ريبال، ما بنقول لها انك حكيت لنا. لك مو قضية تقلولا ولا ما تقلولا، بس انا ما بيضيع يعني بهجة المفاجأة، بعدين انا ماسك على شواربي. نديم هدول مو لعبة. ايه مزبوط مو لعبة. شرفوا. جيتوا؟ اهلين الزوها. اهلين امي. اهلين نديم. اهلين مرت عمي. وعدكم قلت لهم شيء؟ لك ولو يا عفورة، لك انا تبع الهتبرتي، بعدين انا ماسك على شواربي قدامي. اكيد ما قلت لهم بش خطا. طيب انا قلت لكم شيء؟ شفتي على اسمكم. مرحبا دكتورة. كيفك ميسون؟ اهلين اهلين نسيان. ليش عم تبكي ميسون؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ ما حدا بيبكي هيك الا يكون في سبب. تعالوا تعالوا على اوضه الضيوف احكي لكم. تعالوا. اخذنا اجازه ساعيه مرت عمي مشان نجي. خير شوفي انا ليك هلا ما راح اخذ منك الحلوان، باخده بعدين، بعرف الدنيا اخر شهر لنا. حلوان ايش امي؟ دبرنا له لجوزك شغل على الخليج. وشو بده اشتغل بالخليج؟ موظف. الناس بتطلع لفوق مرت عمي، ما بتنزل لتحت. لك مين قال لك لتحت؟ انا غير لفوق ما بدفشك. انا دخت السبع دوخات مرت عمي حتى صرت رئيس قلم، بدك ترجعيني موظف من اول وجديد؟ صاحب الشركة اللي انت حضرتك حتشتغل عنده معه مصاري قد دائرة الاحصاء على مرتين. ايه ولو كان مرت عمي، انا من رئيس قلم فوق لموظف عادي تحت ما بنزل. منحطك نائب مدير. ايه وشو جاب نائب مدير بقطاع خاص لرئيس قلم بقطاع عام؟ لك لوح هنيك رح يكون الراتب 75,000، هون ما عم تلحق 5,000. ايه بس هون منصب، هناك طرطور. ماما تقبشيني، تركينا لحالنا شوي. فهمي اقنعي لهالدب انه المصاري اهم شي بايامنا هي. بعرف شو بدك تقولي، بدك يعني اسافر مو هيك؟ طبعا عم تقلك 75,000 ليرة يا غبي. اي انا بدي اسافر اكثر منك. اي ب 75,000 ليرة ببيع مو بس رئاسة القلم، ببيع المدير كله. لك ليش عم تقلي لا؟ لك مشان اضربها من نية لامك، مشان بس اوافق تقول لي شكرا، مو كل دقيقة والثانية تقول لي نحن عملناك رجال. لا عم ضربه، هلا معقول يكون لوح كل هالقد؟ لك بس انا بدي افهم، مين مفهمه وفوت براسه انه هو شغلة رئيس القلم شغلة مهمة ما كنت عارف؟ شو عرفت؟ ماما هلا بالشركة بدهم دكاترة شي؟ هن ما بدهم، بس إذا في حدا حابب يسافر منسفره، الفيزا 100,000 حقها. أنا بدي. مالك انت ال 100,000؟ بابا بيبعث لي مصاري، يا اما لما بروح لهونيك من اجاري ببعث لكم. ليش انت هنيك رايحه تشتغلي دكتوره ولا سكرتيره؟ دكتوره طبعا عمو. بس هنيك عم يدفعوا مصاري ما عم ياخذوا على حي الله. ليش انا حي الله؟
لا بس يعني الإبرة ما بتعرفي تغزي. ايه اصلا الإبرة شغلة الممرض مو شغلة الدكتورة. ها واذا اجاكي مريض هيك اسعاف على غفلة بتغزي الإبرة ولا بتروحي بتفيقي الممرض من تخته بتجي تعا دخيلك في واحد عم يموت تعا غزي لي يا إبرة. عم تتمسخر علي؟ شفتي؟ اصلا انا قلت لها اكثر من مرة خليني سجل ادب انجليزي هي اللي ما رضيت. جنة البنات. ايه ما بتطلع قدامك انت الثاني. اسف. شو؟ بطلت تشتغل بالصحافة؟ لا، بس عم بعمل نصيحتك. أنو نصيحة؟ قررت أكتب عن المغريات والحوافز اللي عمال تخلي الأدمغة المحلية تهاجر من هون لبرا. يعني اقتنعت؟ لك أنا مقتنع من الأول، بس قلت مو حلو يطلع هذا الشيء بالجرايد. هجرت الأدمغة إلى بلاد ليس فيها أدمغة. أمك طولت لهلا ما رجعت. أنا رايحة إلا إنك ما وافقت، أكيد هي عم تستنى لحتى أقنعك. لك عمرينه ما يوافق. أمي احكي معه كمان مرة، يعني احتمال يوافق، هو واقف على نكشة. ها؟ ما بحكي معه ولا هالقد ولا شوي. هلا هي اللي بدها تسافر ولا هو؟ ما اختلفنا عمي ربال، يعني بس كمان لازم تحكوا معه مشان يقتنع. يعني هو صهركم كمان، إذا بدكم مصلحته لازم تحكوا معه. يا عم شو دب العمى، لك ما بدي أحكي معه، سافر أهلا وسهلا، ما سافر بحفظ العمى. مرة واحدة أمي، احتمال يقتنعها؟ مستحيل، أنا ما بسافر. ولك حدك الجهنم ما تسافر، عمرينك ما تسافر، تروح خنق لا تسافر، غلطنا منك السماح لا تسافر. لا ما غلطتوا مرت عمي، بعرف انتو بدكن مصلحتي، بس هون انا رئيس قرم. اخي خليك رئيس قرم. هو بيني وبينك ما كتير بتفرق، بس نائب مدير قطاع خاص تقريبا رئيس قرم قطاع عام، ما كتير بتفرق. لا بتفرق، رئيس القلم فوق وهداك تحت. لا مرت عمي بتفرق بالراتب، لانه الراتب هو اللي بيخلي الانسان فوق. لا المصاري مو كل شيء، والمصاري ما بتعمل حدا فوق. لا بتعمله. مرت عمي سجلي لي اسمي، انا بدي اسافر. فرط. اكتبي هشام الصالحاني. هشام الصالحاني. فايز نشابي. فايز نشابي. ماهر الدوماني. ماهر الدوماني. وجيه برهوم. وجيه برهوم. سومر المزاوي. سومر المزاوي. وائل عبد الله. وائل عبد الله. وائل الأصلع. وائل الأصلع. محمود كفر العواميد. محمود كفر العواميد. العواميد. محمود بلا عواميد. محمود بلا عواميد. بلا عواميد. أبو عماد الأجداب. شو؟ أبو اسمه هيك، أبو عماد الأجدب. أبو عماد الأجدب. شوفي لهم كم اسم صاروا. مية. مية ضرب اثنين يعني 200,000. لشو الاثنين؟ لك شو الاثنين؟ كل واحد بدي أخذ منه 2,000 زيادة على حق الفيزا. لك الواحد مطلوب منه 100,000 كمان، أنت بدك تنهك. لك هي علينا، هلا اللي حط 100,000 رح توقف عليه 2,000. لك عجوة حبيبي عم ياخدوها من طريق أولاده. حبيبتي غشيمة أنت، هدول بس يسافر بيطالعون الطاق 10. أستغفر، قوم حكي نبيل، لأنه إجا ما سافر نبيل كل هالحكي بروح بلا طعمة. بدك تروحي معي حبيبتي. أنا ليه؟ لك إيه، لك على أساس أنا رايح زيارة عائلية، مو رايح زيارة عمى. شرف. يلا خلصنا. ما بشرب الشاي إلا إذا وافقت مرت عمي تخليني أسافر. بشرت العين شي تعرف ما في سفر. طيب أبوس إيدك يا مرت عمي خليني أسافر. سيد خلاص لا تغير رأيك. خلص. افتحي نزلتي. أهلين هيفو. مرحبا مرت عمو. اهلين بعجوشتي. مرحبا. اهلين عجاز. أهلا. كنا رايحين لعندكم انا ونزيها بالرجعه. ايه هون عنا واحد كانكم زرتونا. مرت عمو نبيل هو. ايه لك هون. بدي احكي معه مشان الموضوع اللي نزيها. امشي نروح انا وياك لعند نبيل. ايه عود بتروح لعنده بعدين. زيارته واجب مرت عمي. إيه. لك اخي لا ما حيعتب عليك عمي، لك في موضوع. شو سر يعني؟ لك لا سر ولا شيء، في موضوع خاص بيني وبينه بدي احكي. شو هالشغله عادينا؟ خلصنا بقى بعد شوي الحقونا. امشي حجوي. مرت عمي
بالسفر في سيارة دبل كمين شي؟ في ويعني قلت 75,000 مو قليل مرت عمي؟ في على ايوه بالعمى العمى فلقتنا فلق يخرب بيتك لا دبحتني لك انت شو بدك تروح تعمل برا؟ مين دي شغلك؟ مين دي شغلك انت؟ لك انت بعينوك مدير للمشروع؟ لك هذا كلام صحيح بس انا ما راح سافر، انا موقعي هون. ليش شوفي هون؟ عن شو؟ الدولة ما علمته مشان يعمر برا، مفكر الدولة موقفة على حضرته. علي وعلى غيري، انا ما قلت على وحدي بس. ما معك حق بنوب، سفرتك لخارج البلد افيد للبلد من قعدتك هون. اوف اوف اوف، شلون زبطت معك هيك؟ هلا انت شو قاعد عم تساوي بالصرف الصحيح؟ يعني شو قاعد بالمجاري عم تساوي؟ لا مو بالمجاري، انا قاعد ورا الطاولة. يعني مستهلك، بتاخذ ما بتعطي، بينما اذا سافرت برات البلد بتجيب قطع نادر، دولار، كاش، مني اخضر لك وبتشغل خير الله يد عامله من العاطلين على العمل الدرويش. مشكله البطاله بدها حل جذري، السفر ما بيحلها. يا عديلي يا نبيلي، رؤوس الاموال اللي عم بعتوها المهاجرين ممكن تفتح هون مشاريع، وهي المشاريع ممكن تستوعب خير الله يد عامله. والله كلامك في وجهه نظر. ميسون، الشركه كم عامل بدها؟ 1000. يعني 1000 أسرة، يعني 2000 شخص حد أدنى، وكل واحد منهم ممكن يعمل مشروع هون ويشغل معه 2، وهالعمل كلياته على بعضه بتكون عملته لحالك. أنا رايح أحكي مع مطلوب. لك هجوان، أنت من أنت صاير تفهم بهالشغلات؟ لك أول مرة بسمعك عم تحكي لي. انا ما فهمان ولا حرف من الكلام اللي حكيته، كل هالكلاليم ما لي فهمانه. طيب شلون حكيته ما دام لك فهمانه؟ لك من يومين عمل لي محاضره بهذا الكلام، بس هو نسيان لانه حافظه بصم. تفضل طال عمرك تفضل. يعني مثل ما قلت لك مشاريع كثيره. الله يعطيك العافيه. تفضل تفضل. بس تكفى يا ابو شهاب، انت واثق من المهندس نبيل؟ مثل ما لي واثق من نفسي. هلا ترى. اهلين ابو شهاب، اهلين فيك وبضيفك. هلا هلا هلا، الله محييك. الله محييك الست عفرة البرعط. يا هلا يا هلا، الله محييك يا ست عفرة. طال عمرك. دش دش يلا تفضل تفضل تفضل. لا والله لا ما يصير. لا والله ما يصير، انت ضايفنا. تفضل تفضل. لا بالله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيد نافع النافع، رجل أعمال. يا هلا ومرحب. يا هلا ومرحب. يا هلا. عدم مؤاخذة، أنا فكرتك من عنا، طلعت مو من عنا. لا والله يا طويلة العمر، أنا من عندكم، بس أنا كل مشاريعي برا ومن سنين. تفضلوا، نبيل بانتظاركم. تفضل تفضل تفضل. دير بالك ها، نبيل ما بيعرف شغلة البياس. لا لا ما يحتاج. تطمن تطمن. طال عمرك، انت ليش ما تستثمر راس مالك بمشاريع هين عندنا؟ الحقيقه يا طويل العمر انا فكرت، موني ما فكرت، بس هون عندكم يعني ما في امان لراس المال، بغمضة عين هوب كل شيء يطير. هاي سواليف مو زينه مو صحيحه. طال عمرك، نحن عندنا هون امان الحمد لله وايد زين. طال عمرك عندنا قانون استثمار رقم 10، هذا يحفظ رؤوس الاموال الداخليه والخارجيه. طال عمرك. المشكله يا اخوي ما هي فيي، المشكله انه انا لي شركاء وشركاء اجانب بعد وما اقدر افرض رايي عليهم. عمي شنو هو المشروع؟ شركه تنقيب عن النفط تبغى تعمل مجمع للعمال ومقر للشركه، يعني تقدر تقول مشروع مدينه كبيره متكامله. وقديش المساحه؟ تروح لهناك وتشوف كل شيء على ارض الواقع وبعدين نقعد نهرج. نسافر لهنيك؟ ما هو افضل. طال عمرك يعني انت عارف انه انا ما معي يعني وماني مستعد على تكاليف السفر. حسافه عليك يا شيخ، حسافه عليك. بطاقه الطائره واقامه 5 نجوم وكل شيء تبغيه على حساب الشركه، ولا نسيت انك المدير؟ ما قصرت ما قصرت طال عمرك، احب على خشمك. الو اهلين نبيل، الحمد لله على السلامة. وصلت؟ برافو عليك. ايه سمعتك، قول انت. 1000 عامل؟ مهندسين 20؟ كم سائق بالدوزر؟ 200. مهندسين قديش قلت لي؟
40 ماشي. ما بتكون رجعت الا وبيكونوا جاهزين. هدول 100,000؟ ايه ليش مو حال فيزا 100,000؟ ايه لسه في 2000 رسوم طيران. ايه اذا هي وين حطيناها هون؟ ليك شو اسمك انت؟ وديع حنة. شو اسم ابوه؟ زهير. زهير وامه؟ تفضل زينب. امك زينب؟ ايه. في حدا من عيلتك معه سكر؟ لا. بده يصير معه شيء؟ ما بعرف. طيب معك ايه؟ لا ما في، اذا بدك بجيب لك. لا لا تلبك حالك زين. هذا الوصل اوعى تضوعه. لا بس نجيب لك الفيزا بتعطينا اياها. ايه ترمي. شكرا اهلين. اذا بتضيعه بتوع عليك الفيزا. لا لا ولا ايوه شو ضيعه. روح تو دور مين هلا انت؟ ايوه هل ياسر دورك شفت كيف فوت له. اهلين سليم. شو هدرحي هدول 100,000؟ ايه 100,000. لسه في 2000 حبيبي رسوم طيران. ايه 2000. هات لتشوف. شو اسمك انت؟ علي. شو علي؟ ها انت ابو سعيد سكجا؟ اهلا وسهلا فيه. شو اسم ابوه؟ احمد. احمد. وامه؟ بدريه. بدريه. شو بتشتغل؟ عامل. وين؟ عند ابو رامي. ابو رامي؟ شلون ابو رامي منيح؟ منيح بيسلم عليه كثير. سلم لي عليه. خلصت سيارته؟ ايه خلصت. على عيني. اهلا وسهلا. يلا هلا الدور لمين؟ هات لشوف. تعال هيك يا شباب. بعد هيك بعد هيك حضرني حالك دقيقه بس اطلع من بعد هيك بعد هيك بعد هيك يا شباب. يلا فوت. لك انت ليش عم تطلع فيها هيك؟ ها شو اكلناها؟ لك ايدي ما رح وسخها فيك ويكون بعلمك فيزا ما رح تاخد. طب ليش عم تحكي معي؟ ليش عم تحكي معي؟ شو هذا الموظف عنده؟ ايه موظف عنده. حضرته الاستاذ نديم بيكون نائب مدير الشركه اللي حضرتك رايح تشتغل فيها. ايه تشرفنا. لك ليش عم تحكي هيك مثل كانك عم تتمسخر؟ ها شو رح يشكل لك اياها؟ يكون بعلمك مخصوم منك 10%. لك عليك وعلى شريفتك. سفر ما رح سافر. معلش نديم هالمرة سامحه. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. لك يا نزيه لو ما قال عليك وعلى شركتك كنت سامحته، بس بعد ما قالها مخصوم من راتبك 20% مو 10. شو رأيك ما عملت فيك الآن؟ لا شو رأيك؟ لك عم تطلع. نزلني من فوق. نزلني من فوق. والله بحياتك عم شوف السما. بحياتك شو عم تخليك؟ ولا وصلنا بلا يا نزلني من فوق عم بطلع. مخصوم عليك 30%. لا تقوم من تحتي اول. مخصوم 50%. ما بدك قيمة لرجلك؟ ما راح قيمة. ما راح قيمة لرجلك؟ ما راح قيمة. بس بعدك ابو حميد قيم رجلك. تعال 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 هون. ايوه ابو حميد. قام قام قام. لو ما قمتها بس هي مخصوم من راتبك 90% مشان تتأدب. وانتو مخصوم من راتبكم كل واحد 25%. لك شايفين نائب المدير عم ياكل كتله وقاعدين عم تتفرجوا. ولا شو عملت؟ شو عملت؟ نزيهة عجاج هذا بحياته ما بياخذ فيزياء. ايه فوت فوت امشي. امشي نديم امشي. فوت شرف ارتاح. لك انت هيك على طول بدك تضل ملبك لي تساوي لي مشاكل. شو قصة بعد هي؟ جايب ال 100,000؟ جايبه. هات لشوف. هاي 100,000.
بالنسبه لل 2000 رسوم طيران ما راح اخذ منك لانه انت اللي علمتني دعبلت اللبنه بالاوج. هي ريبو رفيدة. ليه؟ بصراحه عشان بدك صراحه كانت لازمته هالاكل، لك انا عامل حاله مدير بيقول تيزي عوض تيسر من الفعسي. حيو حيو ابو حميد. ليه عجاج؟ نديم خلص عود ارتاح ولا يهمك، هلا بعمل لك فنجان قهوه تروق دمك فيه. ليش شبه دمك؟ اخ يا مرت عمي وقعت من فوق لتحت. اي مو مشاطيحك طوال، دائما بتتفركح انت. فعلا مشاطيح طوال من هون لهون وهالعرض يا مرت عمي. لا تعود عود على القاعد احكي. ان شاء الله اقدر اقعد ان شاء الله. واقف ومطعوج عود لشوف. بس باركي لي يا مرت عمي. خير على شو؟ قدمت استقالتي. من عين الطراقه لك كنت خود استيداع مثل ما عم يعملوا الكل. ضروريه الاستقاله يعني. هي ما بدي المدير كل يوم والثاني يقعد يطعوج لي بحناكو، على هذا بيصير يا رئيس القلم وعلى هذا ما بيصير. فقلت يا مرت عمي استقاله وبلاكي الاحصاء. اخ يا مرت عمي فرطت عن اذنك. فرطيت لك شو مهستر هذا؟ هلا قال لي قدمت استقالتي، شو هي اللي فرطت نزيها؟ ما في شيء ما تحط ببالك. باركي لي الي كمان. انت كمان فرطتي؟ قدمت استقالتي. لك ليش لحتى تقدمي استقالتي؟ بدي سافر مع نديم. شو سفرك انت مع نديم؟ العمال اولادهم ما بدهم روضة اطفال. واذا كان؟ ايه انا بدي استلم الاداره. يو يعني حيفتح لك روضة اطفال خصوصي مشان حضرتك؟ شو عم يحط من جيبته ولا من جيبة ابوه هذا نبيل افندي؟ قلتك التهاب قصبات، تيتراسيكلين، التهاب بلعوم، تيتراسيكلين، التهاب معدة، تيتراسيكلين، التهاب حلق، تيتراسيكلين، التهاب اذن، تيتراسيكلين، التهاب عين، كمان تيتراسيكلين. لك يا عمى شو ما عندك غير تيتراسيكلين تيتراسيكلين؟ شو ما في غير هالدواء؟ ليش شو مكتوب بالكتاب؟ شو بعرفني شو مكتوب بالكتاب؟ بس مو تيتراسيكلين. خير شوفي. هاتي لشو؟ وليش ما فلسفتي من الاول؟ بدي شوفي اول ما توصل معك. هي شغله تيتراسيكلين انا راح افتح. تعي لهون لا تفتحي هلا امي تفتح. حبيبه قلبي سمعيني ادويه جهاز الهضم. هاتي يا شوز. روح يا عمي. ايه مباشره على خور فكار. شو اسمك قلت لي؟ محمد دياتي. شو؟ محمد دياتي. ودياتك اهلا وسهلا. ما قصرت ما قصرت ما قصرت. اللي بعده يلا. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. شو اسمك انت؟ فيض. من اليوم ورايح صار اسمك شومبي. انت شاطر بالحساب؟ بعجبك. ماشي عينتك عندي عداده كل يوم 1000 ورقه. موافق؟ موافق. عود عند الابن. عجاج انا بشتغل عندك عداده، انا قاعد بلا شغل. لا لا انت مكانتك اعلى من هيك بكثير. كم واحد في برا؟ ثلاثه. فوت لي اياهم دفعه واحده. لايك عليك لايك تزعل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تشتغلوا عندي مرافقه؟ ليش كل يوم 500 ورقه؟ موافقين؟ موافقين. جايبين مصاري فيزا؟ جايبين. عادينو؟ عادينو. ثقه. هاتوا حبيباتي هاتوا. من يوم ورايح انتو مرافقتي وانا عجاج. انا قاعد بالشغل. لا حبيبي انت مكانتك اعلى من هيك. شباب انا واصل مشوار وراجع ما بطول. انت شومبي وانا عجاج. بدي احلق على الصفر. ليش تاخذوا مني مصاري لحالك وانت خليك هون كمان؟ ليش؟ بدي اخذك اطقمك واطقم حالي وبدي سهرك سهره من العمر. ليش مرت عمك بتخليني اسهر؟ لك مو على كيف تخليك ولا ما تخليك. لك ليش قلت لك خليك هون؟ لانه انت ريفان وانا عجاج. عجاج عجاج عجاج. مرت عمي مسكي هي كيس شوال معبى للطبخه مصاري كلها من ام الخمسميات. يا سلام. كم واحد صاروا مسجلين؟ شي 500 بني ادم مرت عمي. وعدتكم خربطت بالحسابات ها؟ لا لا يا مرت عمي ما ردت منك بنوب. انا اذا بخربط بفرنك واحد انا المسؤول. الله يعطيك العافيه يا عديل.
شكرا. نبيل. نعم مرت عمي. فورا هلا بتنزل على سوق الخجع بتشتري لي شنطه سانسونايت وبتجي مشان نحط له حصته للرجال، ما حلو نحطهم بكيس. وقديش حق السانسونايت مرت عمي؟ قد ما كان حق اشتريها. وتعا بحاسبك بعدين. انا ما معي ادفع لك. قديش حق الشنطه؟ يعني حوالي 1000. خلص انا بشتري انا وياك شنطه. قوم هلا معي تعال. ما قصرت ما قصرت. خاطرش نزيها. سلام سلام. الله معك. سلام. شبك شو العب اللي فيه؟ بدك شي اليوم؟ لا نسي عليك. رايح اشتري الشنطاية وارجع لك. هلا بروح نشتري انا وياك، بس اليوم عازمك على لقفة دين عشاء وسهرة تقشعروا لها الابدان. عشان مرت عمك ما سألت عني؟ مرت عمي مرت عمي بس تشوف المصاري بتاعها ما بتعود تشوف شيء قدامها. جاهز؟ جاهز. يلا شباب جاهزين انتوا؟ وينك؟ شو بيجي؟ خذ 1000 ليرة وتعال حمل. يلا عجيب عجيب. شباب هدول كمان رايحين معنا؟ لكن هدول مرافقتي وانا. شو بدهم يروحوا يساووا معنا؟ بيضلوا حوالين الطاوله عم يقولوا. يعني ما بيجيني نفس عن اكل، واحد واقف فوق راسي عم بيقول. مو مشكله مو مشكله. ريبو اعطيهم اجازه اليوم. خلص اخذتوا اجازه انصرفوا. لحظه شوي. يخرب بيت امك شو غشيم. نسيت اعطيلك كل واحد 1000 ليره، معقول يفوتوا على بيتهم هيك وايديهم فاضيه؟ وهي 1000 وهي 1000 وهي 1000 وانتو مرافقتي وانا. مرات فطري ميسونو. مرات فطري شو؟ من امتى معي؟ انت من امتى معي؟ لك شو من امتى معي؟ مرات فطري شو؟ ايه اندروميدين صحيح؟ لا مو مزبوط. دوتا. ايوه كملي كملي كملي. ايه مرض مرض كلوي. ميسونو ميسون ميسون. ايه ايه مرض كلوي شو بيساوي فيه؟ فيناسيتين فيناسيتين صح؟ مو صح. وإيش بدك نصيحتي؟ لازم تعيدي البكالوريا. ليش؟ ايه لانه شو ليش؟ لانك ما عم تعرفي شيء ميسون، مشان ترجعي تسجلي بالطب من اول وجديد كانك ما درستي شيء. لا تزعلي مني حبيبتي. ولا بلا حكي فاضي، انا صار لي سنتين عم بتدرب بالمستشفى واشتغل بالعالم، مو امبارح تخرجت. عم اقول يا حالي ليش كل ما للوفيات عم تزيد. قومي ميسونو. سيدي مسكي. يسلموا امي، بس معي مصاري. مو اليك، حطيها على جنب. بدي اعطي المهريين والعتاء وخلي صحاح النا والجداد النا. عفان فات بدي اشوفه عم لعب خطب بطولة. ارتعبتي ما هيك؟ ما تيجي هلا؟
كنت عازم المطعم على ريبال ونديب. عجوه على اساس انت بعمرك وداخل مطعم هلا يعني صرت زبون مطاعم؟ شبكي مسكينه انت في فوخي سكي خدي من هدول 15,000 ورقه نزلي اشتري فستان بكره عازمك على المطعم اللي بيعزمنا ايه بعدي هيك سكي هاي لك عجوه قومش لحد طقم لك عجوه عجوه حبيبي قوم عم كبتلك لبنه الرقم السري علمني شلون احط الارقام مرت عمي بس ما قال لي قديش الارقام اللي فيها طيب طالما هيك ليش عم تلعب بالارقام مشان ما تنسرق الشنتاية يا دكتوره هلا اللي بده يسرقها الحرامي يعني فارقه معه اذا كانت مسكره ولا مفتوحه يا مرت عمي مشان ما تنسرق الاغراض اللي فيها امي احسن شيء بعتي ورا عجاج هو بيفهم بهالشغله ما في داعي نزيها ما في داعي انا بفتحها لك شلون بدك تفتحها طالما ما بتعرف الرقم السري بدك تجلطي انت دكتورة منحط كل الاحتمالات إلا يزبط شيء الاحتمال لك هلا ليش منبكين حالكم ما في أسهل من فتحة لا بدها عجاج ولا بدها غيره شلون عمي ريبان لك هدول الشنات الجديدة ما لها غير رقم واحد نط صفار بعت لك ده السل انت وشبوبية ناقصك نظارات وسيجارة روح ما بقدر تحكي من الأول ما حدا سألني شو هاد نديم استحليت لك طقم هالصحون نزيه من المطعم طبعا من المطعم بكره بس ينجلن بيرجع نطخ لك مو مشان الزفار هي تعتبر سرقه ايه طقوا من عجاج 10,000 ليره على ولا شيء سرقه ولا مو سرقه هاي لك شو بدي في هاد انا بلا طقم معالق وطقم شوك هدول بيجوا مع بعضهم طقم واحد بالسوق ما في منه جبت لك نزيه مين قال لك ما جبت لك ندي انا شو جبت لي جبت لك معي مرت عمي مملحتين بمملحه ضد الكسر ها لك درسي لك ندي خرجت على الحرامي انت لك امتى لحقت تسرق كل الشبات هي وما حسينا نحن عليك انا ما بيضحك علي ريبال حق الاكل 1000 طقوا من عجاز 10,000 طقيت منهم 9,000 بس هدول ما بيسوا حقهم 9,000 7,000 غرام مرت عمي وهذا 1,008 وهذا حقه تقريبا يعني 1,000 فكيته من الحمام وخليت المي مفتوحة على بين ما يحس علي بيكون العداد مرق له 1,000 يا جماعة بدكم ما توقفونا عن جد ما بقي محلة شو بس لازم عن جد ما في محلة ماشي خلص سمعت شو عم يقولوا استاذ سبحان مغير الأحوال مرحبا عجاج أهلا ارجع لورا أهلين وسهلين يا أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة الله يسلمك ها قل لي كم واحد صار في عندكم صار يعني شيء قلف بس لسه في 200 بدهم استاذ ما يخالف خذهم ندبرهم الله قويك استاذ الله قويك يا استاذ ارجع لورا بس نبيل وينه نبيل استاذ نبيل الله يسلمه قاعد هناك قاعد في الشركه يظبط المخططات ويظبط الشغل كله ما قصرت تفضل شغل والله بده رفوت انت معي عدهم يا طويل العمر أفا عليك يا عفرة ليش أنتم مو عادينهم؟ بلا عادينهم يا بعد شبدي بس مشان تتأكد معناته الشغلة محلولة طبعا محلولة لو كان ما محلولة ما كان الثقة في نبيل والشباب متى يكونوا جاهزين للسفر؟ الحين إذا بغيت الحين متى تأمر يسافرون شوف يا طويلة العمر الفيز راح تصير تجيكم اعتبارا من أول الشهر الجاي أعطوكم صور الجوازات والوثائق المطلوبة طبعا مثل ما وصيتنا يا بعد عمري معناها نديم وريبال وعجاج يشحنوا الأوراق لنبيل
وهم يروحوا لهناك عشان يتابعوا الموضوع. ما ابغى تاخيرها. ما ابي يا الله. ما ابي. وين فزيت هون؟ عم نساوي الغداء. عاملين لك خروف محشي. يا مدام في عالم البزنس ما في قعد. انا طيارتي بدها تفز بعد نص ساعه لنيويورك. اللي شوفي بنيويورك ابغى اشحن معدات الحفر والتنقيب عن النفط والمعدات اللازمه. شيل الحقيبة. يلا سلم عليكم. تمر يا طويل العمر. شيل الحقيبة تعال. ابكي اكثر ابكي مشان اتذكرك شلون كنت عم تبكي علي. عجوة حبيبي بكرة اول ما توصل دغري بعد لي مكتوب. لك حاجة حبيبتي حاجة. قلت لك انا ما بقدر اشوف حرمي عم تبكي. بطل سافرها. لا لا بطل سافر حبيبي لانه طول عمرك تحلم تركب بالطيارة. بكرة بكرة بدي اقضي حياتي كلها انا وياكي بالطيارة. اهلي ايه ما بدي عجوة يعني انا بدوخ بالطيارة. دوخي اصلا ما في احلى منك وانتي دايخة. انا بدي اياكي بدوخي. كسر الشر ايدي هاد زمري في بغيابي ما عندي سا. نبيل شو جابك؟ جابني بدك يعني ضل مرطوع بالسجن ببلاد برا. بالسجن؟ ايه بالسجن. ليش الشركه مو مرخصه؟ لك بلا شركه بلا بطيخ. هذا طلع واحد نصاب حط عندي شنتين بالاوتيل وخبر الشرطه انها مسروقه. لك مو انت اللي اتصلتوا على اساس كل شيء تمام؟ هذا الحكي صحيح ورجاني موقع العمل وحجز لي بالاوتيل وعلى هالاساس انا اتصلت وفص من حوده بكسر لي عافيتي. الله لا يوفقه. الله لا يوفقه يا ردي. يا عم على هالخازو اللي فات فيكم العمل كان لازم تعرفوا من الاول لانه هذا ابو شهاب مستحيل يجي من وراه خير. يا كان اسمعوا مني خلينا نخبر ابو غصن. خبرته يعني ما رح نركب بالطياره الا يجي يوم نركب بالطياره. خلي اعمل خطبيه. افتحي ميسوم. ايه ويجان شو عملت امي؟ مو لك للباب ميسوم. افتحي اهلا عمي ابو غصن تفضل. مرحبا عمي ميسوم. اهلين. مرحبا يا جماعه. اهلين عمي ابو غصن تفضل. شكرا يا عجاج. كيفك مدام عفرة؟ أهلين أبو غصن طمنا شو؟ هذا اللي ورطكم بالمشروع المزعوم نصاب دولي. أشوف عنا شي ينصب عليه؟ إيه ما حيلتنا شي. صحيح ما حيلتكم شي بس جماعة طوله 50 مليون ليرة حق فياز. وكمشتوه سيدي؟ لا ما كمشناه. يعني هرب؟ ما هرب سافر بشكل نظامي وقانوني. وشلون زمط على الحدود؟ يعني شلون مرق؟ ما في أي دليل ضده. طيب يعني هلا ابو غصن شو حتعمل؟ إيه؟ رح احفظ عجاج في 1200 سنه امانه باسمه. شو الحكي عمي ابو غصن؟ على كل وسخه بتحطوها برقبه عجاج؟ شو بدي اقضي حياتي كلها خلف القضبان؟ ما بيصير عمي ابو غصن. انا ما كسبت من الشغله غير عجاج عجاج عجاج. ما كسبت ولا فرنك. بدي امشي وبلا كتره تلاقي خلص. عمي ابو غصن عجوجه هي وين رايحه؟ تركني تعبي لي لبني. لك امي ابو غصن على مهلك بس افهمك شوي. خلص امي امي خلينا نرجع يا العالم مصياتهم مشان يسقطوا حقهم عن عجاج. الله يخليكي. ما بقدر حولتهم كلهم اخضر صاروا المصاري ببيروت. شو ما بتقدري امي منبيع البيت ومنرجع يا العالم مصرياتها. اسكتي اسكتي هاتي المفتاح من جيبتك بدي اقفلها للحلقه حاجتها. شو المؤلف هاد